تحتفل مصر وروسيا الاتحادية بذكرى مرور 80 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبهذه المناسبة تبادل وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خطابات التهنئة التي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية، وأكد الجانبان اعتزامهما على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتوثيق عرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.